هيكون معنا على الهاتف دكتور اسامه السعيد عميد كليه التجاره جامعه بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. برحب بحضرتك يا دكتور معانا، وبدايه كيف ترى اجتماع السيد الرئيس اليوم وكلامه عن الاسواق النموذجيه للمواطنين؟ الحقيقه طبعا الاسواق النموذجيه اللي بتصل الى المستهلك النهائي دي من الافكار الرائده اللي احنا شفناها في مناسبات عديده سابقه زي عيد الأضحى وزي رمضان وزي بداية الدراسة، لأن بنلاقي أن سلسلة التوريد المحلية ممكن بعض عناصر السلسلة بيستبقي لنفسه ربح أكبر من القيمة المضافة لأمه، وبالتالي فالوصول للمستهلك في مكانه مع اختصار سلسلة التوريد يؤدي إلى أنه يحصل على المنتج اللي هو عايزه، واللي هو زي ما ورد في التقرير بيكون يرغب في انه يحصل عليه في مكان معين بسعر غير مغالى فيه. ده الفكره اللي هي جعلت ان المجمعات الاستهلاكيه النموذجيه بتحقق ارباح يمكن من خلالها تاديه النشاط بشكل مستمر ومستدام، وفي نفس الوقت بتوصل الى المستهلك بالسعر العادل، وبالتالي بيؤدي الى تخفيض الاسعار عند باقي المنافسين. وبالتالي فان فكره المجمعات الاستهلاكيه النموذجيه او السيارات المتنقله في اكثر من مكان دي ساهمت في ظل ازمات ولا سيما في ازمه كورونا الى البيع بسعر عادل وسعر متناسب مع ظروف الطلب. ايه اهم حاجه ممكن تتحقق في الاسواق اللي محتاجاها الجماهير يا دكتور؟ يعني ايه اهم حاجه ممكن تراعى في هذه الاسواق بعد كده؟ اول حاجه التنوع، الجوده، نظام التغليف ان يكون سليم. في حاجه عندنا اسمها كوست فلو او تدفق التكلفه، بمعنى تاني ان لو احنا بنتكلم في سلعه زراعيه فصاحب القيمه المضافه الاكبر هنا هو المزارع، ولكن قد نجد تاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو الوسطاء بيحققوا أرباح أكبر من المزارع الأصلي اللي ساهم فيه القيمة المضافة الأكبر. وبالتالي فدراسة تدفق التكاليف ومقدار القيمة المضافة اللي بيحققها كل مشارك في السلسلة دي دراسات مهمة جدا إن احنا نقوم بيها عشان نعرف كل واحد في السلسلة بيأدي دور قد ايه وقيمه قد ايه ونسبه الربح اللي بيحققها قد ايه. ده بيدفعنا الى مرحله ثانيه من مرحله تقديم المنتج بسعر منخفض، وبالتالي عبء الاسعار وارتفاعها اللي قد تكون اسبابه اسباب عالميه بنقدر ان احنا نتحكم فيه بشكل عالي. دكتور هسأل حضرتك سؤال يمكن بعيد عن الفيديو او اللقاء الرئيسي اليوم، وهو الاسره في حد ذاتها هل الافضل انها تنزل تشتري متطلباتها بالشهر كامل ولا على حسب الاحتياجات كل اسبوع كل يوم على حسب؟ ده سؤال مهم جدا يا فندم، لان في فرق بين الطلب الحقيقي والطلب المفتعل. الطلب الحقيقي هو الطلب اللي بيعكس الاحتياج، وبالتالي لو انا باخد احتياجي بس اجمالي الطلب على سلعه معينه او خدمه معينه بيجعلني وانا بدير السوق اصل الى السعر التوازني او السعر العادي. انما لما انا اشتري للشهر كله او لاكثر من شهر ده بيؤدي الى طلب مفتعل على الطلب الاضافي على الطلب الحقيقي، فبالتالي هجيب حاجات زياده كده ببساطه شديده. هل كده معناها ان انا هجيب حاجات زياده؟ انا بجيب حاجات زياده اما ان انا خايف ان السلعه ما تكونش موجوده او يكون في عروض سعريه بتوفر للمستهلك. دي القرار فيها لازم يكون قرار بناء على دراسه بسيطه بتقوم بيها من تدير الأسرة الاحتياجات الحقيقية، بأنها بتقول والله أنا في فرصة دلوقتي إن أنا لو زودت الكمية اللي أنا هشتريها مش هرجع تاني أشتري نفس الكمية، بس هيكون إيه السعر أقل في المتوسط من لو أنا اشتريت واحدة واحدة. ده مدخل وده مدخل تاني. أهم حاجة إن أنا ما اشتريش أكتر من اللي أنا محتاجه بس. بالظبط. كل الشكر دكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف، بشكر حضرتك جدا.